مريضة يونانية تخضع لفحص القرنية. نحن في أحد المستشفيات التابعة لمجموعة تركية رائدة في عالم جراحة العيون، وعلى غرار حوالي 200 ألف أجنبي العام الماضي قصدت ستيفاني تركيا للسياحة الاستشفائية جامعة العطلة العائلية والعلاج. سمعنا عن الموضوع، أصدقاء لنا أتوا إلى هنا وخضعوا لعملية نجحت، فقررنا أن نحذو حذوهم. 1000 يورو للعينين هنا مقابل 2500 يورو في اليونان لعملية قصر النظر على الليزر كهذه، ويعود هذا الفارق إلى كلفة اليد العاملة المنخفضة في تركيا وإلى تخفيض التكاليف لمجموعة المستشفيات العشرة في البلاد. نشتري معدات لعشر مستشفيات على الأقل، ولدينا 150 طبيبا في مجموعتنا. اشترينا معدات لهم جميعا، ولهذه الأسباب نحصل على أسعار مخفضة. وزارة الصحة التركية تأمل مضاعفة عدد السواح الاستشفائيين في العام 2010 مقارنة مع العام الماضي. مركز الأسنان هذا يعمل فيه 6 أطباء، وبدأ التسويق لنفسه عبر الإنترنت في بداية السنة. وهذه السيدة الباريسية من أصل تركي احتسبت سريعا كلفة زرعها لاثنين من أسنانها. في فرنسا 4600 يورو، أما هنا فبأقل من 2200 يورو. كثر من قاصدي المكان يأتون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ولكن بالنسبة لأطباء الأسنان هنا لجميع المرضى قاسم مشترك أيا كانت جنسيتهم. في الحقيقة كل الناس في العالم يكرهون طبيب الأسنان ويخافون منه، لكن هنا نستطيع أن نتدبر الأمر. وتبقى الابتسامة الموعودة هي ما يعول عليها المريض بعد تحمله وطأة الخدمات التي يقدمها هذا المركز.